السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الدراري ديالنا اللي دارونا لي زابوني تنقول لكم شكرا بزاف. الدراري ديالنا اللي دارونا دوك لي كومونتير زوين وليتي تساعدوا معنا في اطار محتوى السجون تنقول لكم تحياتي وشكرا بزاف على المساعدات ديالكم. هاد الحلقه هادي جاتنا واحد المعطيات جديده على ايوب، لان كنا هضرنا وقلنا شي حوايج غلطه، لو ما تصلحوا شي حوايج الا كنا قلناهم غلطه تنصلحوهم، لان ايوب بقى فينا هاد الدري هذا بزاف وحق الله العلي العظيم، وتعازينا الناس الضحايا ديالو وحق الله تعازينا بزاف، ولكن ما كانش عليه يدير بحال هكا، ولكن منين نعرفنا المعطيات ديال بصح المعطيات اللي كاينه بصح فبقى فينا الحال، لان تنعرفوا دراري بحالهم كانوا معنا في السجون، دراري بحال هاد الشكل طرا ليه ما مدوز لا حبس لا والو، صدق في مشكل كبير. حنا دابا بغينا نعاود لكم القصه ديال ايوب الحقيقيه. ايوب بحالو بحال الناس، ايوب انسان كان تيلعب كره مع الراشد البرنوسي، انسان درويش الله يعمرها دار، صحومتو بخير مع الناس، تيتعامل معامله حسنه مع ولاد حومتو، مع لي جاريو ديال مع خوتو، عنده خوه وعنده اختو في فرنسا، وعنده واحد الام ديالو، هو كبر يتيم، كبر بدون اب، ودري زوون، دري تيلعب كرة، ما عندو معادي، ما عندوش مع شي حاجة المشاكل. السيد كان خدام فواحد السناك، سناك خدام فيه بحالو بحال الدراري، تيمشي يخدم في السناك في حومتو هانية، مع الدراري في السناك، خدامة ديال الخدامة وكدا وهادي. فقرب رمضان، واحد هو واحد صاحبو قرب رمضان، وقيل حيدو من الخدمة. هي المعلم وقيل حيدو من الخدمه قبل، فهادي هي اللي ما كنت نحيدو من الخدمه. مشى هو وصاحبو دارو طويبله، دارو طويبله ديال العصير، كيبيعو العصير كدا، هادي بخير، امور غدا بخير، واخا كاينه واحد بعض المشاكسات مع الخدامه ديال المعلم ديالو، كيبقاو يهيتو عليه، كيبقاو يهضرو فيه، يضحكو عليه كدا هادي. السيد صابر حيت السيد مالو درويش، ما عندوش مع المشاكل، ما عندوش عاود داك النوع اللي طيب وما عندوش مع المشاكل، ما عندو مع والو. هادشي اللي طرا لهاد ايوب هذا، تيضحكوا عليه كدا هادي، هو عشيرو خدام، ناض عشيرو داز هاديك القيعه وقالي صافي انا راه ما نبقاش هنا خدام في الطويبله، هادي ما نبقاش خدام في الطويبله. صافي قالي هاي الطويبله خدم بيها ولا شنو دير بيها. مشى هو شنو دار داك صاحبو، رجع للخدمة في السناك. ايوب ما تسرطاتش ليه، ماشي حقد عليه، بان عشيري وخرجت انا وياه وصاحبي، كان معاهم واحد ولد تازا تمايا في السناك، تيدو يجيب الهضرة، تيدو يجيب الهضرة، هو اللي مات، هداك ولد تازا هو اللي مات، هداك ولد تازا تيدو يجيب في الهضرة، مع المعلم يبركك المعلم كدا، هادشي اللي تنعطيو غير معطيات الله أعلم، هادشي راه باش ما نكونوش تنهضرو على شي واحد بشي حاجة ما عارفينهاش. هاد ولد تازا هذا الله يرحمه، حنا تنقولو لي قالو لينا، قالك تيدو يجيب الهضرة بالمعلم، هادشي علاش غيقتلو، تيدو يجيب الهضرة بالمعلم. هو أيوب مشى لعند صاحبو طايف هو وياه، قال لي علاش درتي ليا بحال هكا، ومشى واحد الساعة رجع أيوب قال لي سمح ليا وهادي وهادي وهادي، فتسامح هو وياه. أيوب ما بغاش تصرط ليه، تيحب ديك اللعيبة ديال العصير، شي دير داك المعلم ديال السناك، تيبقى يصيفط ليه دوك المقدمية ودوك المرود اللي ما عندهم شغل، اللي تيخدموا السلطه ديالهم، ماشي السلطه تيستعمل السلطه ديالو في اغراض تتخدمو هو، ما تيخدمش ديك السلطه ديالو اللي عطاه القانون باش يخدم بها بحقه. هاد المرود هادو شي يجيو يديروا ليه، مره يدوا ليه ديك الطويبله يرجعوها ليه، مره ينكسو حيد من لهنا. وايوب عارف بان المعلم وهذوك الخدامه ديال المعلم هما اللي تيعمروا عليه، هما اللي تيعمرو عليه. فالسيد ما عندوش ليكسبيريونس الحياه، ما ندوش بزاف، ماشي قاد، واخا تكون قارئ خصك تكون دوز وتكون عارف الانسان كيفاش تتعامل معاه. فهو شنو دار، مشى باش انا مش فاهمو، منين جا بغا يضرب عباد الله، راجل كاع عباد الله تتاكل في السناك، ما قاص حتى واحد، مشى لداك التازي ومشى للدراري الاخرين، هو يقوم بالقتل ديالهم، واخا كان عليه هادشي ما يديروش، واخا يمشي يبيع الحرام وما يديرش هادشي، من قتل نفسا بدون حق انه قتل الناس جميعا. واش ساعة غضب، والغضب ما غاديش
ما غلقوش الغضب ماشي عذر. فهو في ديك اللحظه اللي عمر وتضحكوا عليه الدراري وعمر في قلبه ما 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 تسرع وتسرع ويمشي ويقوم عمليه القتل وقتل دوك الناس والضحيه ديال داك الراجل الكبير اللي كان قابطو ايوب انسان كان ايوب انسان كان 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 كان, كان, كان ما عمره ما عاد شي واحد في حومته. علاش حنا تنقولوا ليه انسان ما تلقاولش ليه مبرر؟ كون كان ضرب الحبس وضرب شي شده وضرب عنده سوابق السجون نقدروا نحكموا عليه شي حكم لا اله الا الله ونقولوا لان انسان درويش وطيب. حنا تنهضروا علاش دار هاد الشيء هذا، فعاودت لكم علاش دار هاد الشيء هذا. ديك 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 الخدامه اللي تيكونوا ما عندهمش مسؤوليه شي عمر على شي تنص الخدامه خدامه بشي سناك ولا كدا ولا بشي خدمه، كونوا متعاونين كونوا ماشي شي عمر شي وشي يدي صحاب دي الهضره ويجيب الهضره. هادوك اللي تيدوا الهضره وتيجيبوا الهضره راه سميتهم فساق هادو، والله سماهم فساق. اذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحون على ما فعلتم نادمين. والمعلم علاش يرجع هذاك الخدمه؟ يرجع داك صاحبو الخدمه وهو ما يرجعوش للخدمه. ومن حيدتي من الخدمه عطيت التعويض، واخا يكون خدم عندك عام عطيت التعويض ديال عام. هي دي باني روح ليه واحد المصيره باش يبرد هو في قلبه. فالمعلم وهذاك التازي وهذوك الخدامه اللي فيهم دوك الفعال هما سبب هاد ايوب هذا، سبب اتقن بهاد عمليه القتل. وهذا ماشي عذر ليه، ماشي عذر ليه. هذا هي نقاش ناقشناه اليوم على ايوب، حيت هذه هي الصراحه والحقيقه ديال كيفاش قتل ايوب. هذه الصراحه، حيت الصراحه شنو نعرفوا فلان قتل ولكن علاش قتل. هو ماشي احمق، هو بعقله. والمشكل من هذا الشيء كامل الدراري الضربه جاتو هنايا شتت لي العظم، و 90% غيحيدوا لي رجليه وابرج لي 90% وعندو مؤبد ولا الاعدام. شي هذا هو الحكم اللي عنده دابا، مؤبد اعدام. حنا تنطلبوا الاموات الله يرحمهم والله يرحم منا الاموات والاحياء، واللي ماتوا في هذا في هادشي هذا اللي طرا تنقولوا الله يرحمهم ويوسع عليهم، واللي تجرح واللي تصاب الله يشافيه. وايوب حتى هو تنطلبوا ليه الله يغفر ليه، الله يغفر ليه والله الله يفرج عليه، الله يغفر ليه والله يفرج عليه. وقبل ما تيحكم القاضي تيحكم الله. فتحياتي لكم من هذا المنبر، وتنتمنى هذه القصه هذه تنال الاعجاب ديالكم، وتحياتي لكم من القلب للقلب. ف شكرا بزاف. ودير نسيت والله الا نسيت، دير ابوني ودير لي كومونتير، دير كومونتير. وخويا عندك لسه لي جيم، لي جيم ضروري جيم 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 جيم. تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.